تحياتي لك اللي عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة التوقعات وتوقعاتنا للمرحلة القادمة اللي رح نشهد فيها مساعي واضحة لتعطيل الانتخابات النيابية وتغيير بموعدها، يعني بمعنى أصح التلاعب بمصير الانتخابات النيابية وفوضى الشام اللي رح نشهدها، إن كان فوضى أمنية أو حتى اجتماعية وكمان فوضى نقدية. اتضلكم بألف خير وباي باي.